أفادت مصادر إعلامية نقلا عن مصدر في الإدارة الأمريكية أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب متفقان مبدئيا على ضرورة خروج إيران من سوريا. كما ذكر مسؤول بالإدارة الأمريكية أن جون بولتون مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي سيبحث مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في جنيف الأسبوع المقبل الحد من التسلح ودور إيران في سوريا. ويأتي هذا الاجتماع بحسب مراقبين متابعة لقمة ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ليسنكي في يوليو الماضي.